مساكم الله بالخير. في حلقة حصاد يوم الجمعة الماضية مع الزميل محمد رضا، صدر تصريح من الباحث في الشأن السياسي الأستاذ رافد العطواني بخصوص امتلاك المدعوة هدية الخالد والملقبة بأم اللول هاتف داخل السجن. وبعد ما انتشر هذا التصريح ووصل لملايين المشاهدات في مواقع التواصل الاجتماعي، صدر بيان من وزارة العدل بأنه وبعد ورود معلومات تفيد بإدخال هاتف آيفون إلى النزيلة المدعوة أم اللول، والذي يعتبر مخالفة قانونية واضحة. على إثر ذلك تم تشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع، واستطاعت ضبط الهاتف، والنزيلة امتنعت عن تسليمه، وصارت بفوضى جدا كبيرة وصراخ وردود أفعال. بعد ما حصل هذا كله، فريق إعداد البرنامج اقترح عمل ملف خاص بتطورات هذه الأحداث والتواصل مع وزارة العدل لطرح الرأي الآخر وتوضيح إجراءات الوزارة، لكنه تفاجأنا أنه السيد المتحدث باسم الوزارة امتنع عن الظهور والحديث بهكذا موضوع. فهي رسالة إلى وزارة العدل. حلقتنا السابقة كانت عن قانون العفو العام وورد بها هذا التصريح. حلقة اليوم راح تكون عن واقع السجون في العراق وكل ما يرد فيها. لكم الحق الكامل بالرد عليه في أي وقت، لأن برنامجنا باختصار غايته تسليط الضوء على الحقائق وبيان الرأي والرأي الآخر، ولا ينغلق على فئة دون أخرى. فأهلا بكم. نفتح وياكم حلقة هذا اليوم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. الراقصة أم لول؟ أم لول. إذا عندك رقمها هل ستتصل بها تجاوبك؟ بعد تداول تصريحات رافد العطواني في برنامج حصاد الأيام بخصوص واقع السجون وإدخال هاتف إلى أحد السجينات، على أثر ذلك وزارة العدل تشكل لجنة تحقيقية بالموضوع، واستطاعت ضبط الهاتف نوع آيفون لدى النزيلة هدي الخالد المعروفة بأم اللول. وتواصل اللجنة التحقيقية كشف المتورطين في تسهيل إدخال الهاتف للنزيلة مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. جزء من منظومة الفساد هو هذا ما يحدث في السجون، لذلك الخطوات التي اتبعها وزير العدل حقيقة خطوات جيدة باتجاه معاقبة كل الذين يسيئون للمؤسسات الحكومية. يعني المؤسسات الحكومية يجب أن تنظف من الفاسدين. قبل ما أتكلم عن دخول التليفون أو دخول الهاتف إلى البلوجر ملول، لا، أنا أتكلم عموما، يعني الشيء عام أنه أكو تصرف وأكو اختراق قوي جدا من قبل وأكو تهاون من الضباط ومسؤولين السجون على هذه الأمور. على الرغم من كثرة الحملات الأمنية والتفتيش أثناء الدخول والخروج إلى السجون، إلا أنها لم تمنع من دخول الهواتف والممنوعات إليها بسبب التواطئ من بعض المسؤولين لتحقيق مكاسب شخصية حسب ما يراه مراقبون. مو عملية سهلة، بل أنت تدخل جهاز إلكتروني، فرضا دخل الجهاز الإلكتروني للمكان الفلاني، هذا لازم يكون به تفعيل انترنت حتى انقل لك المعلومات. هاي المعلومات من تنقل بناء على ان اكو فد شيء داخلي اود ان انقل لك اياه الى الخارج بتواطئ، هذا اكيد تواطئ من قبل اصحاب السجون او اصحاب الشخصيات الكامشه هذا المكان. فلا يجوز، انا مواطن اطب الدائره اقول لك جيب جهازه، وانا ما بي فد شيء، جهاز استاخذه من عندك الدائره تقول لك جيب الجهاز ماله. فانت من تدخل فد جهاز الى السجون هاي عمليه خرق الامن والمعلومات في هذا المكان.
بسبب الخروقات والانتهاكات الوظيفية. وزير العدل يعفي مسؤولين اثنين خلال قيامه بزيارة مفاجأة إلى سجون العدالة في منطقة الكاظمية المقدسة. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. محور الحديث في حلقة هذا اليوم راح يكون مع رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان الدكتور فاضل الغراوي. حياك الله دكتور. مساء الخير سيدتي الكريمة، تحياتي لك ولكل المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا، كما أرحب كل الترحيب بالباحث في الشأن السياسي والأمني الأستاذ زياد العرار. حياك الله. أهلا وسهلا، كل الترحيب والتقدير للقانونية شيرين زنك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أبدأ معك أستاذ فاضل ونبدي من واقع السجون العراقية. ما هي نسبة الالتزام بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالسجون العراقية مقارنة بالخروقات الحاصلة خلف الأسوار؟ تفضل. نعم، قد يكون العراق من ضمن المجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات وهنالك المعايير الدنيا لمعاملة السجناء، ولدينا قوانين وطنية تتعلق في موضوع الدائرة السجنية، لكن دائما التشريعات لا تكون هي على مساحة الأرض الواقع من ناحية تطبيقية، ودائما كنا نؤشر الكثير من المشاكل والتحديات الخاصة في ملف السجون، سواء ما يتعلق في موضوع الحقوق الأساسية بالنسبة للسجناء في الجانب الصحي، في الجانب التواصل المباشر مع المحيط الخارجي، في موضوعة الحماية القانونية، في موضوعة التشميس، في موضوعة الجانب الغذائي. نعم. ما يتعلق بعمليات اطلاق السراح، كلها قد تكون منظومة تتعلق بحقوق الإنسان. أيضا البيئة السجنية، سواء قدم هذه الأبنية وعدم قدرتها على استيعاب هذا الكم الهائل، ووصلنا إلى ما وصلنا إلى هنالك أكثر من 300 إلى 350% من الطاقة الاستيعابية من باب الاكتظاظ، وأيضا قد يكون في فترة ما عدم القدرة على حتى فصل السجناء من خلال نوعية الجريمة بذاتها، وشفنا كان في محطات المتعاطين مع تجار المخدرات أو القضايا المهمة مع قضايا بسيطة أو أيضا الأحداث مع قسم من البالغين، بسبب أنه الأماكن التي كانوا يتواجدون بها هي أماكن قديمة ما لم يتم تحديثها، ولم تكن هناك القدرة على إمكانية استحداث مثلا إدارات سجنية جديدة، إلا ما حصل بالفترة الأخيرة عندما تم استحداث سجن بابل المركزي. هذا قد يكون أيضا مؤشرات تتعلق في منظومة سجنية، وبالتالي اليوم تتحدث على أكثر من 60,000، وكذلك قد يكون هناك 30,000 محتجز، نتحدث عن 90,000 شخص يحتاج لهم رعاية تامة، يحتاج لهم برامج. والأساس في هذا الأمر سيدتي الكريمة هو أن اليوم إحنا ما قدرنا من خلال البوابة السجنية أن نصل إلى الإصلاح الشامل، وهو الأساس من إيجاد المنظومة السجنية. قبل الإصلاح الشامل، أنتم اليوم كحقوق إنسان تستطيعون الدخول ومتابعة كل ما يجري في السجن؟ خلينا نقسم الموضوع بشكل سريع جدا. هناك مؤسسات تتعلق بحقوق الإنسان، سواء المؤسسة الوطنية كمفوضية حقوق الإنسان ولها قانونها أن الدخول بدون إذن مسبق، منظمات المجتمع المدني، المحامين ودورهم والادعاء العام. ما ندر جدا أن يكون هناك السماح لدخول هذه الفئات للسجون بدون إذن مسبق، ما ندر، وبالتالي ليس لديهم القدرة في إيجاد التحقق الشامل أو الكامل من موضوع ما يحصل في السجون من انتهاكات، من قد تكون هناك مساحات تتعلق بإجراءات معينة تخالف منظومة حقوق الإنسان، وبالتالي هذه قد تكون أيضا مؤشرات سلبية تتعلق. نعم. بعدم شفافية التعامل مع المؤسسات. طيب. الرقابية في منظومة حقوق الإنسان. طيب أستاذ زياد، يعني مثل ما سمع الضيف الكريم، أكو تكون إخبارية للسجن بالسماح بدخول الفئات التي تستطيع زيارة السجن، يعني ممكن يرتبون السجن ويرتبون أوضاعه، لكن بعد هذه الزيارة شو يصير الله أعلم. سؤال لحضرتك، اليوم السجون العراقية صارت بؤرة للفساد، للابتزاز، للرشا، شنو الموضوع؟ شكرا، تحية لحضرتك، لضيوفك، للمتابعين الكرام. الحقيقة هذا ملف شائك، يعني لا يمكن أن يوجز بحلقة وبرنامج وحلقات، بل هو موضوع وأصبح حديث الساعة. الملف السجون العراقية ملف معقد جدا، ملف تعتمد فيه العمل السري والعمل العلني. العمل السري يعتمد على نظام وصفه البعض بالمافيات في بعض السجون، من إدخال مواد، من إخراج مواد، من نقل سجناء، من فعل فضائح داخل السجون، من تعرض للتعذيب، من غيره. بالمقابل أكو جهات رقابية، الجهات الرقابية تدخل وتحاول أن تتابع الإجراءات
يعني حقيقة حتى نكون منصفين، رأينا يعني الأخ السيد وزير العدل اتخذ إجراءات عديدة في الفترة الماضية، كان إلى حضور ومتابعة وهذا يحسب، ولكن هل هذا يكفي؟ لا يكفي، لأن الواقع في المعتقلات وفي السجون يقول بأننا بحاجة إلى أن أولا على الرؤية الحكومية التنفيذية أن تحدد كيف تتعامل مع هذه السجون، هل تتعامل معها بشكل منفرد سجن عن سجن، أم تتعامل معها وفق معايير حقوق الإنسان الدولية؟ إذا قلنا نتعامل معها وفق معايير حقوق الإنسان الدولية فهذا يعني أن هذا الملف يجب أن يغلق بالكامل، لأنه لا يوجد في العراق سجن يخضع لمعايير الحقوق الدولية في العالم ولو بنسبة 10%، ولا سجن بالعراق يخضع لهذه المعايير، إلا بعض المراكز التوقيف اللي يتوقف بها السياسيين، هذه لا تخضع إلى معايير حقوق الإنسان والفرع. رجعنا لنفس موضوع السياسي. أما المعتقلين الحقيقيين، أنت قبل أيام سمعت امتلاك المدعوة هدية الخالد والملقبة أم اللول، أتى تليفون آيفون بالسجن، أوكي، أحد ضيوفنا الكرام ذكر هذه النقطة، وزارة العدل افتتحت لجنة تحقيقية بهذا الموضوع، حققت وراحوا أخذوا التليفون من أم اللول. أم اللول سوت الكثير من المشاكل داخل السجن، زين ليش ناس عندها تليفون آيفون وناس كل شيء ما عندها؟ والله ما سمعت بهذا مال تليفون أم اللول، أنت عارفين هسه قبل لحظات عرضنا، أي أنا شفت التصريح هسه من عندكم بالتقرير، يعني الأخ العطواني تحدث عنه، وأكيد هو تحدث عن معلومات لأنه دائما يتحدث عن معلومات قيمة أو تكون عنده مصدر معلومات صحيحة، وبالتالي مو شيء غريب هذا أن يدخل تليفون إلى شخصية كانت امرأة أو رجل، إلى مسؤول ومعتقل، إلى مواطن. لا، هي حساسية الموقف. أول شيء أم اللول راقصة متهمة بتجارة المخدرات، لا هو شلون عتها تليفون؟ يعني المن ده تخابره، المن إذا سمحتي لي أتحدث بالعموم وليس بالخصوص، هذا موضوع موجود، يعني الخرق داخل السجون والتليفونات وعملية التفاضل، وفلان أفضل من فلان وفلان أحسن من فلان، وعملية النقل ترانسفير اللي تصير بين المعتقلات ما بين المحافظات، هذه كلها معروفة، تحدث عنها حتى وزير العدل مرة من المرات وأشار إلى وجود يعني فساد وإلى وجود تقصير، وهذا الملف مو إحنا نحكي به، يعني لا قصدي مو إحنا نحكي به حتى نثبته، العالم كله حكى به، منظمات دولية تكلمت به، منظمات حقوق الإنسان، فهو موجود، يعني التليفون من دخل وسوى مشكلة موجود، هذا الشيء الأخطاء والمرتكبة في السجون موجودة، بس هذه أخطاء انتقائية، وهذا السؤال للسشيرين، واحد يخطأ ويدخلوا له تليفون مثل أم اللول وهي متهمة بحيازة وتجارة المخدرات وراقصة ومحتوى هابط والكثير من التهم، وناس حصر عليها بطل المي في السجن، ليش هذا التفاوت؟ أولا تحياتي لكم المتابعين الكرام وللزملاء الأستاذ الكريم فاضل والأستاذ زياد. طبعا احنا دائما نكرر بهذا الموضوع أنه السجن مقسم إلى فئتين، مؤسسة إصلاحية وفي آي بي وفندق للي يمتلكون المال والدفع، ومؤسسة انتقامية للناس البسطاء اللي ما عندهم مبلغ أو ما عندهم إمكانية للدفع. فبالنسبة يعني حالة أم اللول، طبعا الزميل المحامي طارق الشرع محامي أم اللول ظهر في مقطع ووضح سبب الإشكالات اللي حدثت، حسب ادعاء طبعا أم اللول بأنه التليفون ما كان تابع لها وما وجدوا يمها، كان يم شخص ثاني، وهذا الشخص السجينة العفو الثانية هي اللي قامت بكسر هذا التليفون وإلى آخره، يعني التفاصيل كثيرة، فما أثبتوا لحد الآن هل هو فعلا مع أم اللول أم لا. أما بالنسبة لوجود التليفون فمثل ما وضحت سابقا ووضحها حاليا، طالما عندك الإمكانية للدفع فراح تكون هذه المؤسسة مؤسسة كأنه فندق في آي بي، توفر جميع ما تحتاجه في داخل هذه المؤسسة. شنو أغرب ما يحدث داخل السجن؟ شنو في آي بي؟ شو توفر لهم؟ يعني توفر لها التليفون، توفر لها إنترنت، يعني هو هذا أبسط شيء، يعني ما يعتبر هذا خرق مثلاً وجود التليفون. هو شنو سبب منع أجهزة التواصل يعني النقال وغيرها من الأمور؟ هي خوفاً من أن تكون هنالك تنظيمات للقيام بانقلاب أو هروب جماعي وغيرها، فالغاية من منع هذه الأجهزة هي الحرص على الوضع الأمني والخوف من أنه تحدث أي إرباك في داخل السجون، فمن توفرت هنا فأنت أول شيء خرقت القانون. بس شيرين، المال هو سلطان الحكم داخل السجن. اي نعم، اليوم اللي عنده فلوس داخل السجن هو حاكم. بالضبط، هذا اللي اوضحه دائما، اقول طالما عندك الامكانيه واهلك عندهم الامكانيه للدفع فانت عايش مرفه في داخل كم السجن. كم حاله مثل ام اللول داخل السجن؟ كثير. شنو ابرز؟ كثير منهم. سمعتي هسه حضرتك انت محاميه، كثير وتعامل مباشر مع السجن منهم. نعم، موقوف العفو، محكومين على مدار بارها، منهم قتل،
عندهم حتى لابتوبات يقول انجز عملي من داخل السجن. شلون وصل اللابتوب وتنجز عملك من داخل السجن؟ يعني هو محكوم اربع ارهاب، الاربعه ارهاب مؤبد بيكمل عمله مؤبد محكوم، عنده لابتوب وعنده يقول عندي لابتوب وعندي يعني اقدر اكمل عملي عن طريق اللابتوب. زين السجون ما بيها كاميرات مراقبه؟ هي هنا الطرقات الامنيه اللي احنا نتحدث عنها. سيادة الدكتور خالد شواني طبعا هو مشكور بالفترة الأخيرة، هيدا نلاحظ أكو شوية يعني أجهزة التليفون بالأخص بدأت تنسحب لأن نتيجة المراقبة، وأكو كاميرات حاليا حديثة بدأ يوضعوها بداخل السجون، لكن لحد الآن أكو خروقات. على الرغم من إحنا نلاحظ فرق وأكو قلة بهاي الأمور، الكثير من الموظفين اللي هم متعاونين مع السجناء بإدخال بعض الممنوعات بدأ خالد الدكتور خالد شواني بإقالتهم، فيعني احنا نلاحظ تطور لكن داخل جدا السجن. اكيد اكو تسعيرات داخل السجن، سعر التليفون اجهزه التليفون هذا ال 1100 يمكن العادي اتصور قالوا لي قبل فتره ب 150 الف دينار ايجار لمدة يمكن يومين أو هيك شيء. 150 ألف هذا اللي ما بي كاميرا أو شيء حتى يتواصلون به، أما اللي بها إنترنت لا توصل 400 500 600 ألف همينة اللي بها كاميرا ويقدر يفتح وسائل التواصل الاجتماعي بحيث يتواصل. كل شيء عندهم حتى الحانوت ترى المواد الغذائية العفو الخضرة هاي كليتها أضعاف الأسعار اللي بالسوق. طبعا ممنوع الأهل يدخلوها، أغلب المواد ممنوع أنه الأهل يوصلوها لأولادهم، بالتالي هو ينجبر انه يشتري من الحانوت فيشتريها باضعاف اسعارها. طماطم الخيار مثلا هاي الامور كلها باضعاف اسعارها. زين اكو خدمات اخرى تقدم داخل السجون عدا الاكل والانترنت والشرب، توفير امور الراحه، امور اخرى؟ كل شيء اكو رفاهيه، كل شيء اكو، وهذه يعني ما عندك معلومات حول اسعارها ومن يسهل الدخول؟ اكو حالات اعتداء تحدث مع الاسف، اكو خروقات تحدث مع الاسف، لكن حفاظا على ذوق العام اكو هواي امور يعني ما نحب نتطرق لها بصراحه، لكن خروقات امنيه واعتداءات كثيره داخل السجون مع الاسف، سجون الرجال على الاكثر. اعتداءات اخلاقيه على النزلاء؟ نعم، اعتداءات غير اخلاقيه على النزلاء. يا رب. دكتور فاضل، سمعت ما تفضلت به ضيفتي الكريمه الست شيرين، يعني اكو اعتداء، اكو رشا، اكو ابتزاز، اكو خروقات، اكو تواطؤ، اكو تليفونات، اكو تسعيرات، اكو امور رفاهيه تدخل للسجن. يعني اليوم انا كمتلقي شلون ممكن افهم كل هذه الخروقات؟ شلون ممكن افهم هذا الفساد؟ يعني سيدتي الكريمه اللي تفضلوا بضيوف ما يتعلق في موضوعه الهواتف وادخالها، هذه ليست المره الاولى. واليوم اشخاص من دوائر الاصلاحيه ايضا كانوا حكموا لمده 10 سنوات بسبب ادخالهم هواتف قد تكون الى اشخاص في جرائم خطره بذاتها، وهي مو اول مره انه يدخل التليفون او يستخدم التليفون. نعم هنالك مجموعه من الحقوق الاساسيه في ابقاء النزيل متواصلا مع العالم الخارجي، ولهذا حددوا وجود هاتف داخلي برعايه المؤسسه الاصلاحيه، وكل شخص يحدد الى وقت معين لاجراء الاتصالات مع العالم الخارجي. لكن لما يكون هذا عباره عن سلوك يقوم بدار اصلاحيه بالتقديم او استثناء هكذا اشخاص، اعتقد انه هذا راح يمثل لنا نوع من الخطر المحدق ايضا على المؤسسه الاصلاحيه وعلى النزلاء ذاتهم في هذا الشق. الشق الثاني خلي انا اوصف لك الحاله اللي هو دا تصير، اللي دا يحصل كانما السجون عباره عن بورصه اقتصاديه من نوع خاص فيها كل الاوصاف. بالاطعام اكو شبهات الاطعام، ما يتعلق في الخدمات اللي تقدم النزلاء، موضوعات اللي تفضلت بها السيده الضيفه انه قضيه الاغذيه وما اغذيه والحانوت وتفاصيله واجراءاته والهواتف حتى فتره المقابلات، كل هذا باعتباره تصير عباره عن جزء من الاشخاص مع الاسف. من جاي يدير هذه البورصه؟ قسم من الاشخاص اللي هم العاملين في هذا الملف، او قسم من الاشخاص اللي هم يستغلون العوائل بالنسبه عوائل السجناء وكذا ويقومون بهكذا ادوار، وهنالك كثير من التفاصيل زين اللي تتعلق بوجودهم في هذا. ايش قد مقدار التداول المادي في هذه البورصه؟ حالها حال مزاد العمله دكتور فاضل؟ يعني انت تفضلتي على اذا حكينا على الاعداد ونتحدث على 90 الف شخص، واحنا بدنا نقدم خدمات كدوله بين الاطعام
وبين الخدمات الأخرى، يعني قصدي الخدمات التي تقدم للنزيل، سواء الكهرباء، سواء جانب الصحي، سواء جانب الخدمي، سواء جانب الملابس، تفاصيل كذا كذا، هذه الرادلة مجموعة من الخدمات. إذا قسناها إحنا إذا نصرف عن نزيل كل شخص باليوم 90,000 دينار كخدمات شاملة، بس بالأكل مثلا إحنا إذا نصرف على الشخص 9,000 دينار. إذا قلنا 90,000 وعدنا إحنا 90,000 نزيل، وقيسي أنت باليوم إيش قد، بالشهر إيش قد، بالسنة إيش قد، وتتعي هذا مو منظومة عادية حتى نتحدث عن مبالغ بسيطة. نسبة الفساد بهذه الأرقام دكتور؟ لا، النسبة كبيرة جدا، وكان هناك إجراءات تحقيقية ولجان شكلت من مفوضية حقوق الإنسان، من وزارة العدل بذاتها، أيضا كان هناك لجان كثيرة جدا من لجنة برلمانية في لجنة حقوق الإنسان، كان هناك مؤشرات كثيرة تتعلق بشبهات فساد، وأيضا كانت هناك معالجات بالفترة الأخيرة. الأخوة في وزارة العدل كان لهم يعني إرادة، وخصوصا من الأخ الوزير ودارة حقوق الإنسان ودارة الإصلاح، إرادة في تغيير ما حصل. التغيير قد يكون ليس تغيير شامل. هو تدري التساؤل وين؟ التساؤل كل زيارة يقوم بها وزير العدل إلى دائرة إصلاحية، إلى سجن، نشوفه مباشرة يعفي موظفين، يعني أكو فساد كل زيارة وراها إعفاء. هذا دليل على أنه الفساد أخذ ما أخذ في المؤسسات الإصلاحية والسجن. أنا يعني مرة نزلت تغريدة وقلت الفساد سينهي كل شيء بالعراق، وما إذا كان هذا الموضوع لا يعالج، إحنا ما نتحدث بس بملف، كل الملفات إحنا لا سمح الله نوصل لمرحلة انهيار. الوزارة الآن إجاها تراكم بفترات طويلة وحقب كبيرة جدا، لم تكن هناك معالجات حقيقية وجدية لإجراء يعني الإجراء الشامل، كان هناك جوانب ترقيعية، وبالتالي قد تكون الوزارة الآن استلمت يمكن عبء كبير جدا بشبهات الفساد، بالمشاكل والتحديات تتعلق بمنظمة حقوق الإنسان، في موضوع التعامل مع الإدارة السجنية، بموضوع الإصلاح وكل الحقوق الأخرى التي تتعلق بموضوع السجنية. طيب أستاذ زياد، من اللي راح يقلل من السجون العراقي؟ اليوم أنت عندك محكومين بالإعدام، ولا حكومة استطاعت أن تعدم هؤلاء الأشخاص، شنو الأسباب؟ أنت اليوم عندك ده يقول يكلف أكثر من 90,000 ما بين أكل وشرب وخدمات أخرى، وأصلاً عندك 300% اكتظاظ سجون، زين شنو الدافع اللي يمنع إعدام هؤلاء المجرمين؟ يعني أولاً خلينا نتحدث على الجزئية اللي أنت أثرتيها، يعني تحدثت عن أنه الفساد الموجود في مستوى أو مستوى الفساد الموجود في ملف إدارة المعتقلات، طبعاً هذا المستوى عالي، والدليل أيضاً أنت أثرتيه بأن وزير العدل السيد شواني يروح يعفي لأن ده يلقى خطأ، يعفي ده يلقى يعني تجاوزات، يعفي لأن ده يلقى فساد. فبالتالي إذا هذا الموضوع موجود، يعني تصريح السيد العطواني واهتمامك بالموضوع ومشكلة السيدة اللي المدانة أعادت هذا الملف إلى الحديث، إذا هو ملف موجود، الفساد فيه موجود، الإشكالية فيها موجودة، هذا الملف يروح ويرجع إلا بحالة تسليط الضوء عليه. يعني حضرتك سلطت الضوء عليه بقناتكم الكريمة بهذا بهذه الحلقة، راح تشوفين ردود الأفعال، راح تشوفين شو راح يتطور هذا الموضوع. قبل ردود الأفعال أستاذ زياد، أنت عندك تشخيص أو فد ملف على السجون؟ أنا خليني أكمل فكرتي حتى ما أصير رأس حاجة بس لتكملة الحوار اللي تسأليني فيه. لا خليني أكمل الفكرة مالتي. طيب. إن هذا الموضوع مهم، يخص فئة كبيرة من المجتمع العراقي، فئة تعتقد بأنها ظلمت بأبنائها، ومجتمع يعتقد بأنه حكم عليه ظلماً بتهم الإرهاب، بتهم التجارة بالمخدرات، وبتهم أخرى غير ذلك، بسبب وجود فساد في إدارة ملفات أخرى تتعلق بوصول المدان أو المتهم إلى هذا المكان. فبالتالي حدثني بموضوع قانون العفو العام والتبعات. لا لا لا، هذا مو موضوع حلقتي. لا لا، مو على العفو العام، أريد أكمل فكرتي من فضلك. يعني زي. المواطن العراقي مهتم، الغالبية مهتمين بأمورهم الحياتية، مهتم بحصته الغذائية والسوق وسعر الصرف وشون يأكل وشون يشرب، لكن القليل اللي هم مهتمين بهذا الملف. فمن حضرتك السلطين عليه الضوء خلي نوفيه على الأقل. أتفضل. نقول نعم بأن هناك نسبة فساد عالية في ملف إدارة المعتقلات. هذا الفساد اتفقتوا أنتوا جميعا. نعم. هذا الفساد يحتاج إلى إجراءات. مو احنا مو بس نشخص الفساد موجود، مو احنا اللي قلناه، يوم الرأس قالت فساد بالعراق ما موجود بالعالم، تقرير 2011، تقرير 2016،
خلينا نحدد استاذ زياد، انت من تقول فساد في اداره المعتقلات هذا عنوان فضفاض وعام. هو انا اريد انسكش، قلت خلينا نفيد الاهل ونفيد الناس والمواطنين. خليني افصله هو انا هذا العنوان. شخصت الحالات وانا راح اجي وياك، بس شخصي حالات واضحه حتى نقدر نفيد المتلقي. الجهه الرقابيه هي التي تشخص، الاكاديمي والباحث اللي مثلي واللي عنده خبره 30 سنه زي. ما يتحدث بوجه تهم بالاعلام، يعني انه اكو ملف فساد كذا، لا، احنا من عندنا ملفات فساد نروح نسلمها للجهات الرقابيه، بس نتحدث ايش؟ نتحدث بالعموم حتى صانع القرار المعني وزير العدل رئيس الحكومه ينتبه يقول نعم اكو حديث صار بهذا الموضوع وهذا موجود به، العداله في توزيع العقوبه بحد ذاته، في تنفيذ العقوبه بحد ذاته وهذا فساد، يعني لما مواطن ما يقدر يواجه ابنه حتى وان كان الله يخليك، احنا جاي نتواصل وياهم بس حتى نطلب رايهم دا يوضحون رايهم، هذا الراي والراي الاخر ما يقبل، هذا من ضمن عدم تحقيق العداله، هذا ايضا من ضمن عدم تحقيق العداله، كان يفترض بانه لما تطلب جهه اعلاميه او اعلامي او اعلاميه او برنامج ان توضح الوزاره رايها توضحها حتى تكون الشفافيه موجوده، طبعا احنا انا اضم صوتي الى صوتك اقول يجب ان تكون العدل، وزاره العدل هي الاكثر شفافيه. انت تدري وزاره العدل شنو جاوبتنا بالحرف الواحد؟ قالت احنا نطلع وياكم نحكي عن انجازات فقط. عن انجازات؟ فقط. ما يريد يحكي عن الواقع. يحكي عن الانجازات والسلبيات. والله هذا والله انا اعطيت المساحه الراي والراي الاخر. لكن اعتذروا عن الظهور معي في البرنامج. عملية تنفيذ شلون نخلص من اكتظاظات السجون؟ يعني انت تحدثتي عن جزئية الاعدامات، هذا الموضوع بإشكالية سياسية، يعني اكو تواقيع واكو مصادقة رئيس جمهورية واكو تنفيذ واكو اكو اكو زين. الموضوع بإشكالية كبيرة، لكن على الدولة ان تنفذ الاحكام القضائية عندما تكون قطعية وواضحه وبائنه يعني بدلاله عاليه، يسموها دلاله كبرى المحامين مكتسب الدرجه القضائيه، لازم لازم هذا الملف السياسي. راح تقولي دخلت بالسياسه، اي الملف السياسي زين في العراق والسلطه السياسيه في العراق تسيطر على كل شيء، يعني هسه تريد تقولي لي مثلا او اني اقول لك بانه رئيس الوزراء قادر على ان ينفذ برنامج الحكومي بالكامل او الوزير الفلاني يقدر يسوي كل شيء بكيفه؟ ما يقدر، اكو سلطه سياسيه تمنع، لان احنا عندنا زعامات سياسيه، هاي الزعامات تسيطر على المشهد بنسبه عاليه تعيق السلطه السياسيه البرنامج والاجراءات، هذا كلش طبيعي القوانين. هذا جدا طبيعي، السلطه السياسيه وين تريد توصل سجوننا؟ هسه اللي يدخل بريء للسجن قام يطلع مجرم درجه اولى، يعني وين راح نوصل؟ يعني هذا يحتاج الى انه يصير له برنامج حكومي وتنفيذي وتبعد يد السلطه السياسيه عنه ويترك الملف للقرار القضائي وللاجراءات العدليه، لكن المشكله بانه الفساد، يعني قالت السيده زنقنه قالت بانه خرق امني، لا هذا مو خرق امني، من يفوت تليفون مو خرق امني، من يصير حالات داخل السجون هذا مو خرق امني، هذا فساد اداري. لا شو السم؟ فساد اداري هذا. فساد اداري. فساد اداري داخل المؤسسات العدليه واللي هي السجون. اكو فساد اداري بلا ما يوقف وراء ظهر. ما لا. هو اسمه فساد اداري. الفساد الاداري تقف خلف ايش؟ جهات اداريه، هنا يجب ان تكون الجهات الرقابيه سواء كانت البرلمان او الادعاء العام او الوزاره نفسها. ايش قد نسبته بالسجون؟ عاليه جدا. ايش قد؟ عاليه. يعني عالية، نقول 80% عالية، 70% عالية، 60% عالية، هي كل عالية فوق 50. زين أخطر حالاته، أخطر حالاته اللي هي مثل كانسر طبعاً، مثل السرطان طبعاً. أخطر حالات اللي بالسجون هي الهروب وبسبب الفساد، يعني ماكو هروب بدون فساد، والحمد لله الآن هذا الموضوع يعني تقريباً مسيطر عليه. زين، القدرة الأمنية عالية. جيد، إضف إلى ذلك استغلال تنفيذ القانون والفقرات المتعلقة بمعيشة وحياة المعتقل أو المحكوم أو المدان داخل المعتقل او داخل السجن لاغراض ماليه. بس ماليه؟ هو الاساس يتحدث عن الماليه. زين، يعني ماكو غير الماليه، فقط ماليه. لا هو كل شيء اكو. بس احنا نتحدث عن هو الماليه. هو عقب الاخلاق يا استاذ زياد. نتحدث عن الماليه. يا مال بعد، يا مال. احنا بدنا نحكي عقب الاخلاق، احنا تردنا معلومات كارثيه من داخل طبعاً السجن. طبعاً معلومات يعني مخيفه. مخيفه في كل المعتقلات، هذا شيء موجود يعني، وانا قلت لحضرتك بانه هذا موثق. بمنظمات دولية وفتحت به تحقيقات كثيرة طبعا. زين استاذ شيرين، هسه استاذ زياد قال اخطر شيء هو الهروب. هسه اكو سجناء بحسب معلومات يروح يبات يم اهله خميس وجمعة ويرد يرجع للسجن مرة ثانية.
واعتذر عن هذا الألفاظ. أكو بعض يعني بنات الهوى كما وردنا، إحنا ما بتأكدي من هذه المعلومة، يطلعون يكملون عملهم بالليل ويرجعوهم. شنو صحة هذه المعلومات؟ هذول محكومين ساعات لو محكومين سجن، شنو وضعهم؟ ست فرح، أكو بعض المواضيع يعني إذا نتطرق لها راح نسبب إشكالات إلى سجينات وإلى نزيلات احتمال من يخلصون محكومياتهم ويا أهلهم، ويعني راح ندخل بأمور يعني مو بصالحهم هم أيضا. استشيري نعم أكو حالات، لن نذكر نعم أي اسم. نعم هذا ما أكو حالات حالي. نعم أكو حالات تحدث فعلا مثل ما ذكرتي حضرتك، لكن مو الأغلب طبعا. أكو حالات يجزم ويجردون من كل شيء في حال رفضهم لطلبات العاملين داخل السجون، لكن أجزم لك بأنهم مو الجميع. احكي لي حالات، هاي الحالات نعم خاصة موجودة، انت شفتيها بدون ذكر أسماء نعم حتى نكون بعيدين عن الموضوع. من الحالات الصراحة نعم صراحة ما مرت عندي أي نزيلة الحمد لله بنفس الحالة اللي ذكرتها، لكن يتحدثوا لي بأنه أكو حالات عندهم داخل السجون، لكن يتعرضوا للنزيلات دائما، واللي أسمعه يعني حالات الضرب والاعتداءات بالأخص اللي يكونون يعني شلون أقول لك إنهم شهادتهم يعني ناس مرموقة، حدث هذا شلون هم موقوفين في مراكز الشرطة وليست في السجون لنتيجة بعض المواد القانونية مثلا 413 على مشاجرة أو حكموا لمدة بسيطة اللي هي الحبس، فأحيانا يوضعون في مراكز الشرطة لإتمام محكوميتهم اللي هي 3 أشهر فما دون. هنا يتعرضون نعم أكو ضرب، أكو اعتداءات عليهم من قبل النسويات أو الزميلات اللي وياهم داخل المراكز مع الشرطة، أيضا صعوبة دخولهم للحمام واستخدام الحمامات مثل ما ذكرتها سابقا وأكررها طبعا، كذلك صعوبة تواصلهم مع أهلهم، أنه في حال تواصلوا مع أهلهم ومجرد استخدموا التليفون فالتليفون ينسحب من اللي يعني هم أقوى من عندهم، فصايرة حرب بين السجينات بداخلهم يعني صايرة مافيات. بس هسه اليوم احنا ما عندنا مشكله بالسجون، عندنا ايضا بالتوقيف ومراكز الشرطه. بالضبط بمراكز الشرطه ايضا اللي هي من ضمن واجبات وزاره الداخليه، تعرفي مراكز الشرطه تابعه لوزاره الداخليه ايضا، هنالك العديد من الخروقات مثل ما قلت لك، ناس عندها التليفونات وناس من يدخلوا لها التليفون لوقت معين حتى تتواصل مع، تعرفين انت حقوق الانسان تضمن لاي شخص يتواصل مع العالم الخارجي ممكن انه يتكلم مع اهله بوجود الحرس، يعني تقول مجرد ما استلمت التليفون حتى تواصل انسحب من عندي من قبل نزيلة ثانية وينهال الضرب عليها في حال امتنعت أو حكت أو يعني صيحت صوت عالي حتى يجون ينقذوها. أكو ابتزاز، أكو ابتزاز مادي أو ابتزاز جنسي على هؤلاء النزيل؟ نعم نعم أكو، نعم أكو، أكو حالات كثيرة قلت ليش، بس ما حدثت للأمانة مع النزيلات اللي هم موكلاتي، لكن من يتكلمون نعم أكو نزيلات. ايش يحكوا لك عن حرب السجون؟ مثل ما قلت لك يعني هي حرب بيناتهم، القوي ياكل الضعيف، مثل ما الحالة ساعدنا احنا انه القوي ياكل الضعيف، نفس الحالة بالسجون، القوي ياكل الضعيف اللي عنده ظهر والمسجون. منين جابت الظهر ومنين جابت مصدر الفلوس؟ شلون تقدر تحكم داخل السجن؟ هسه انا راح اقول لك نتيجة انه خالين اختلاف الاحكام، مثلا عندك اليوم هاي متعاطية زي اللي بالسجون خاليها ويا اللي تروج المخدرات، اللي تنقل المخدرات، اللي تاجر بالمخدرات مثل أم اللول مثلا حكمت على التجارة وأكو متعاطين، زين ليش دا يصير هذا الدمج بيناتهم أو شنو السبب؟ السبب انتشار الأمراض بسبب الاكتظاظ، صار الفصل على أساس شنو؟ على أساس المريض يبقى في مكان والصاحي يبقى في مكان آخر. شنو اللي صار؟ اللي تهمته هي تعاطي دا يخلوه ويا اللي تهمته تجارة، بالنتيجة شنو اللي دا يصير؟ أبو التجارة دا يعلم المتعاطي، دا يطلع المتعاطي شنو إيش راح يصير؟ المتعاطي راح يطلع تاجر مثل التاجر اللي هنا اللي تعلم من عنده، بالنتيجة التاجر هو أصلا عنده شخصيته وما يخاف من أي شيء، فهنا هو مسيطر على السجون فيعتدي على الشخص اللي ما يخاف من أي شيء. موعدنا قانون، موعدنا هو مجاقل، هو تاجر، هو تاجر وعنده إمكانيته فمسيطر بالسجن، يجي المتعاطي اللي هو يعني انضحك عليه وتغرر به بأنه من اللي ما يخافون الله، خلينا نقول دخلوا هاي المخدرات ودمروا بها المجتمع العراقي وخلى أغلب الشباب مع الأسف الآن تحت هاي المخدرات، هذول يجي مثلا التاجر يحاول بأنه يقنع هذا المتعاطي بأنه من راح تخرج من السجن أنت ممكن أنه تعمل معي ويتواصل وياه عن طريق التليفون. صحت معلومة من داخل سجن النساء أنه أكو متنفذات نساء سجينات متنفذات ما يخلن النساء الأخريات يطبن حمام. اي نعم ما قلت لك، حدثت ويا موكلتي يعني حتى تواصلت ويا اهلها وطلبت يعني العفو حفاظات مال كبار السن
لانه تقول قمت اخاف اوصل للباب، مسوين سره وبيناتهم فلوس ياخذون، والسجن عمومي لجميع النزيلات. ذكرت السعر اللي ممكن تدخل فيه؟ لا والله فاتتني ما سالتها، بس قالت ياخذون من عندنا مبالغ حتى ندخل، او هم يحجزون بيناتهم. يعني حتى السباحه النظافه الشخصيه، يعني انت اغلب هسه اللي يدخلون للسجون طلب الاكتظاظ تعرفين ما تكفي المرافق العامه اللي موجوده بالتاكيد، فيستغلوها ناس على حساب ناس. اذا السجن اغلى من برا؟ طبعا طبعا. استاذ فاضل، يعني تسمع ما تفضلت به شيرين، السجن اصبح اغلى من الحياه بالخارج. واستاذ زياد تحدث كثيرا عن الفساد وقال اكو جهات تتحمل المسؤوليه، لكن سؤالي لحضرتكم اليوم كحقوق انسان، ماذا يعني ستقدمون لها يعني هاي الحالات الانسانيه في العراق؟ يوم بعد يوم جاي تزداد وجاي تكبر المصيبه. انتم شم شخصين؟ اكيد اكو بلاوي اكبر من اللي تفضلوا بها ضيوفي ومن اللي احنا نعرفها بكل تاكيد. يعني سيدتي الكريمه، احنا خلينا نتحدث في المعالجه الشامله، واليوم احنا نتحدث في مشاكل وتحديات وتراكمات حصلت في الكثير من مناطق حقوق الانسان ومنظومتها. احنا اليوم تعدد الادارات السجنيه، اليوم عندنا اداره الاصلاح مسؤوله في وزاره العدل، وزاره الداخليه مسؤوله عن مراكز الاحتجاز، الاجراءات اللي تقوم بالتحقيقات تقوم من خلال اشخاص ما تابعين الى مجلس قضاء، يعني محققين عدليين اللي يقومون بها ضباط الشرطه. هذا قد تكون ايضا بها اشكاليات في تعدد مصادر القرار في التعامل مع ملف السجون ومراكز الاحتجاز. الشق الثاني وهو الاهم، احنا دائما شخصنا انه هاي العمليه ليست بها بيئه اصلاحيه حقيقيه، سواء بسبب قدم الابنيه، سواء بما يتعلق في موضوعة الخبرات التراكميه. نعم قد تكون هناك محطات قد تكون ايجابيه في قسم منها، اكو سجناء الان اخذوا شهادات ماجستير دكتوراه كملوا دراستهم داخل السجن، لكن البيئه غير مناسبه. فاليوم قد يكون حتى نحدث التغيير الشامل يجب ان نقوم بعمليه الغاء كل السجون ونستعيض عنها ببناء مدينه اصلاحيه وفق معايير الدوليه تتوفر فيها كل ضمانات حقوق الانسان، وبالتالي اليوم راح يكون عندنا فصل على اساس نوع الجريمه، فصل على اساس الفئه العمريه، مراكز لموضوعة الاصلاح الشامل، تقديم الخدمات بمنظومه حقوق الانسان. هذا قد تكون مدينه تعززنا منظومه حقوق الانسان. سمعناها من كل الحكومات، لكن التنفيذ وين؟ انا اعتقد ان هناك يمكن اطلعت على مجموعه من الاجراءات اللي قامت بها وزاره العدل اخيرا باخذ موافقات رئاسه الحكومه ببناء مدينة إصلاحية وفق المعايير الدولية تتوفر فيها كل ضمانات حقوق الإنسان. والشق الثاني أيضا اللي عملنا به مع بعض مع شركائنا في وزارة العدل مع باقي المؤسسات هو تقديم مشروع قانون العقوبات البديلة. هذا القانون سيساهم مساهمة جادة في تقديم يمكن قد تكون خدمة إيجابية لعدد من النزلاء في جرائم محددة بذاتها، أن يعطيهم فرصة أن يعيدون لمجتمعهم بعد ما يقومون بخدمه مجتمعيه. طيب قد تكون ستة اشهر بالنسبه للقضايا. دكتور صحيح انه تنطيهم فرصه اخرى، لكن قبل هذه الفرصه وقبل اصلاح السجون وقبل تاهيله، احنا غير نعدم المجرمين المتهمين بقضايا ارهاب، اكو اليوم محكومين بقضايا ارهاب، محكومين بالاعدام، ليش ما نتخلص منهم ونبدي بالاصلاحات الحقيقيه؟ يعني سيدتي الكريمه تدرين قضيه الاعدام بها مجموعه من الاليات اللي تصل بها الى موضوعه الاجراءات وتكاملها، سواء في موضوعات المصادقه من محكمه التمييز لحين الصدور القرار اللي يتعلق في المرسوم الجمهوري من قبل السيد رئيس الجمهوريه وبالذهاب الى وزاره العدل للتنفيذ. هذا اليوم احنا كقانون موجود عندنا والجريمه مشخصه وفق نوع الجريمه، بالتالي عندما تصدر المرسوم الجمهوري يجب ان لا تتاخر السلطه القائمه على تنفيذ القرار في التعامل مع هذا الملف، باعتبار ان هؤلاء الاشخاص اللي حكموا بهذا الحكم مرت عقوبات طويله في الاليه القانونيه في المرافعات في الاستئنافات في التمييز الى ما وصلت الى هذا القرار، وقسم من عندهم قاموا بافعال قد تصل الى جرائم اباده جماعيه، جرائم ضد الانسانيه، جرائم قد تكون يندى لها جبين انسانيه، قاموا بقتل الشعب العراقي على شكل ممنهج. هذا بصراحه تامه يجب ان لا يتقاعس الاشخاص اللي يقومون على هذا الملف او يقومون بعمليه التاخير. نعم قد تكون هناك مطالبات كثيره من دول من مؤسسات من معايير دوليه ان العراق يجب ان يقوم بعمليه الغاء عقوبه الاعدام، لكن العراق ما زال لغايه هذه اللحظه في منظومه معينه يتعرض الى ارهاب والارهاب مستمر،
وبالتالي حتى ننظر إلى المستقبل ونقوم بعملية إيقاف العقوبة يجب أن تنتهي حقبة الإرهاب. بالتالي أعتقد أن هذه الإشكالية إشكالية كبيرة جدا. طيب قانون العفو العام اللي البارحة قرروا القراءة الثانية شنو رأيك به؟ يعني سيدتي الكريمة أنا بصراحة تامة أتحدث من شقين، شق حقوق إنسان وشق اختصاص يتعلق في المنظومة القانونية. قسم الأخوة تحدثوا في الفضاء العام عن إضافة فقرات، عن إضافة مواد، لكن هو ما عندنا قانون جديد، هو القانون نفسه قانون 2016. جينا بفقرة واحدة فقط في المشروع الحكومي تقوم بعملية تعريف الانتماء فقط. وبصراحة تامة أسمع عن طريق وسائل التواصل أو وسائل المؤسسات الإعلامية أنه هناك مواد تضيف، هذا بصراحة تامة يتقاطع مع أصل البرنامج الحكومي وكذلك أيضا المشروع الحكومي المقدم. فبالتالي لا أعتقد أن هنالك سوف يتم التوسعة في مضمون يعني العفو العام. يعني من وجهة نظرك إيش قد إنصافه وإيش قد الغبون به؟ أنا سيدة كريمة أتحدث في المعايير القانونية، هذا الموضوع يتعلق في السلطة التشريعية التي تتعلق بأخذ دورها الشامل في موضوع التشريع، والذي يقوم بعملية التنفيذ هو السلطة القضائية حصريا، هو سيقوم بعملية مراجعة. أتحدث من نظر المشمولين بهذا القانون، يعني هل راح نقلل هل راح نزيد من نسبة السيول؟ طبعا سيدة كريم عندما يصدر هكذا تشريع موجه إلى جهة معينة بذاتها، اليوم القضاء راح يقوم بجلب الأضابير، يتعلق قد يكون هناك إجراءات محاكمة، إعادة محاكمة في جانب معين، إجراءات التحقيق الأولية، لكن قد يكون الفلتر الأساسي الضمان الأساسي أنه هذا القرار يكون بيد السلطة القضائية الحصرية. طيب. وهناك وهذا الذي يجب أن يصار أنه لا يوجد توسع في إصدار قانون عفو عام جديد، هذا هو عبارة عن تعديل للقانون العفو العام المصدر في عام 2016. أستاذ زياد أنت شنو رأيك بالقراءة الثانية لقانون العفو العام؟ يعني هو قانون تعديل لقانون العفو العام السابق، ما زال النقاش بين القوى السياسية إذا جاء بمصطلحات تعريفية جديدة تخص مفهوم الإرهاب بما يضمن إطلاق سراح البريء وعدم التهاون مع القتلة والمجرمين والمنتمين للتنظيمات الإرهابية، بالتأكيد سيكون مفيد لتخفيف حدة السجون. ولكن قال دكتور فاضل أنه فقرة واحدة تعدلت وهو تعريف الانتماء، هل هذا كافي؟ تعريف الانتماء ايضا لازم تلحق اشياء، يعني ما المقصود بتعريف الانتماء، وهل من سيقع في التعريف الجديد لتعريف الانتماء الى تنظيمات الارهابيه سيطاله التحقيق وكيف يطاله التحقيق، يعني هذه موضوع بتعقيدات، لذلك هو مدار بحث لحد هذه الساعه، واعتقد بانه سيخرج بصيغه تكون بعيده او ليست قريبه من ما يعني يتحدث عنه في الاعلام، هذا المتوقع يعني. زين اعتقد سيشمل الكثير من المعتقلين، لكن تبقى المشكلة الأساسية وهي ليس في إعادة المحكمة، لأنه لا يوجد هناك من يشكك في عملية المحاكمة، وإنما هناك من يعترض ويشكك على آلية التحقيق وعملية الإحالة للمحاكمة. حدثنا هسه عن المشاكل، أريد من حضرتك اقتراحات إصلاحية حتى نقلل. ممتاز. شو ممكن ننهي هذا الملف؟ يعني على قولة ماذا لو كنت معنيا بأن توفر طريقة إصلاحية للمعتقلات، أول شيء الكادر، يجب أن يتم تهيئة كوادر مع احترامنا واعتزازنا بكل الكوادر الموجودة، هي نفسها الكوادر يضاف إليها كوادر جديدة، يجب أن تهيئ الكوادر يعني تفهم معنى تعاملها مع محكوم مدان أيا كانت محكوميته وأي كان صنف الاتهام اللي أدى به إلى المحكومية. الكوادر أولا والبنى التحتية ثانيا والرقابة، الرقابة إذا مارست الجهات الرقابية دورها بشكل دقيق، إذا البرلمان عضو البرلمان مكان ما يتحدث لي عن فتح شارع وتبليط ومنزل لي بلطنا المنصور وبلطنا الجادرية وبلطنا الكرادة، خليه يروح على يتابع شؤون الناس، من ضمنها هذا الملف، هذا الملف يحتاج إلى رقابة، إلى متابعة، إلى شفافية من وزارة العدل. أنا أعتقد بأن الفرصة الآن موجودة، وزارة العدل في هذه المرحلة فيها نوع من الشفافيه، ولو هم ما طلعوا وياكم اليوم بالبرنامج يعني ما طلعوا هاي مسجله عليهم طبعا. اي والله يا سيدي، لكن حقيقه يعني الظروف مهيئه، الكادر والبنى التحتيه والعداله في تنفيذ العقوبه، العداله في تنفيذ العقوبه، عندما يدخل المدان الى مركز الاعتقال يجب ان تقطع صلته بالخارج، تقطع صلته ايش؟ من التاثير السياسي الخارجي، مو هذا تابع المحافظ الفلاني والنائب الفلاني وابن عم فلان. نعم ممكن يتحقق على ارض الواقع استاذ زياد، انت سياسي قديم وباحث في هذا الموضوع. صعب يتحقق قديم. لكن ممكن ان نبدا بخطوات، اولا الكوادر، اذا اتينا بكوادر هم الكوادر راح يقول لك هذا فلان وهذا تابع لفلان وهذا تابع لا مو الكوادر، يعني الكوادر تشكل نصف
يعني نصف القرار بالتعديل والأمور الأخرى هي تشكل النصف الآخر، فأنت تبدأ بشيء يعني هذا مهم جدا طبعا يعني ممكن يتحقق لكن ليس سهلا ومو مستحيل. سشيرين شنو رأيك بالقوانين؟ بالنسبة راد لها تعديل قوانين يعني بين راد لها تعديل المشكلة بالتنفيذ بالجهات الرقابية اليوم مشكلتنا احنا وين حتى نشخصها ونلقى لها الحل ان شاء الله. قوانين الحمد لله عادلة وأيضا لا نشكك بالتأكيد بالقضاء حتى في حال إعادة المحاكمة اللي ذكرها الأستاذ فما راح ننتج بشيء جديد لأنه القضاء أكيد عادل وبالنتيجة حتى عندما ينحكم أي شخص فبتلقائيا الادعاء العام يميز هذا القرار وممكن من أهل السجين أنه يقيمون بإعادة المحاكمة يعني طلب من أهل النزيل إعادة المحاكمة فبالنتيجة إحنا إعادة المحاكمة ما راح تغير أي شيء يعني من النتائج إذا إحنا نريد فعلا نقر العفو العام ونقلل من الاكتظاظ في داخل هذه السجون من أجل يعني التخفيف على كاهل الدولة والمصاريف أيضا تعرفين إيش قد النزيل يكلف الدولة مثل ما ذكر الأستاذ تقريبا 90,000 كل نزيل فإحنا إذا نريد نقلل من هذه الأمور المفروض أنه يكون شوية أكو توسيع بقرار العفو العام لأنه مثل ما تعرفون هو مطابق من 2016 هو نفسه بالضبط 2024 عدا إضافة فقرة الإرهابي المنتمي وتعريفه فقط أي اختلاف ثاني ماكو يعني بما معنى بأنه إحنا من راح نقر العفو العام ما راح يكون أكو أي اختلاف عن 2016 أكو هواية ناس المفروض يشملها هذا العفو مثلا منهم المتعاطين طبعا طبعا رأي شخصي هذا أنه المتعاطي مثلا اللي هو دخل في هذه الدوامة أو في هذه المتعاطي اللي بقى بالسجون وقعد ممكن أصلاح نعم كيف ممكن أصلاحه أنا أطلعه من السجن أدخله بالمصحات للعلاج ويكون لدخوله للمصحة إجباري من أجل علاجه بدل ما هو موجود بالسجن وده يكلف الدولة 90,000 يوميا وقاعد شارب وماكل وده يتعلم من التجار وده يتعلم من اللي يحيزون هاي المواد ويتعلم الكثير من الأمور اللي ما يحب أنه يتعلمها خواني أطلع على المصحة وهو أصلا أكو مصحات الكثيرة حاليا كم مصحة عندنا في بغداد فتحت وفي البصرة فتحت مصحات وهنالك مصحات قيد الإنشاء أجيب السجين من هنا أطلع بالعفو العام مقابل أنه أخلي بالمصحات للعلاج أضمن علاج نفسي وكيميائي إلى بعدها يطلع من المصحة شكرا جزيلا القانونية شيرين زنقلة حياك الله نورتينا في حصاد اليوم أيضا البحث في الشأن السياسي والأمني الأستاذ زياد العرار حياك الله كل الترحيب بحضرتك رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان الدكتور فاضل الغراوي شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات قبل لا ننتقل وياكم لموجزنا الخبري خلونا نشوف أبرز ما جاء في منصة إكس حول حادثة تفجير البيجرات في لبنان لنتابع ننتقل الآن بكم إلى الموجز الخبري السودان يوجه بإرسال الطواقم الطبية العراقية وفرق الطوارئ إلى لبنان الشقيق لتقديم المساعدة العاجلة وبالسرعة الممكنة محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية توجه دعوة لنور زهير وراء الجوحي وهيثم الجبوري للمثول أمامها في 21 من تشرين الثاني
هيئة النزاهة تكتشف أو تكشف عن عمليات تلاعب بالسلام حنطة معفرة وقديمة في الشركة العراقية لإنتاج البذور في الصويرة. هيئة الحماية الاجتماعية تكشف عن تقاضي أكثر من 5000 موظف ومنتسب في الإقليم للإعانة الاجتماعية بشكل غير قانوني. فريق التواصل الحكومي يعلن عن افتتاح 13 مدرسة ضمن مبادرة مدرستي أجمل، 12 منها في بغداد وواحدة في ديالى. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على ألف خير.